استطاع الصوت العراقي ياسر عبد الوهاب أن يعلن عن نفسه في حلبة المنافسة العربية، وده كان بعد نجاح أغنيته الأخيرة أويل شلون اللي كلمنا عنها وعن قراره الانسحاب فجأة من برنامج ذا فويس. الفنان العراقي ياسر عبد الوهاب عم بتعيش حالة نشاط فني، آخرها سينجل وصل هلا لأكثر من 1.5 مليون على اليوتيوب. آخر كليب طبعا اللي صورته بمصر بعنوان أويل شلون، والحمد لله وشكرا يعني فترة قليلة راح يوصل 1 مليون تقريبا. عطش شكلك إذا يرجع لي بدوب، عطش شكلك قبل هالسينجل كان في سينجل وصلنا هلا بنحكيه على 20 مليون. أغنية ولا ناسيك من إخراج الغالي والأخ والصديق المخرج مصطفى العبد الله، نزل بالليل الكليب الصبح صبحنا واصل 1.5 مليون، فالحمد لله وشكرا سواصل يعني تقريبا ما يقارب 20 مليون. بحسش بيك طلع لك قلبي من صدري يريد يعيش بين يديك. بنشوف فيوز بالمليون على اليوتيوب وما في المقابل ما في نفس النجومية على مستوى العالم العربي، كيف تفسر هالظاهرة؟ مطربين عندنا حاليا عندهم أغاني واصلة 30 مليون 40 مليون لحد الآن، صفحة انستغرام ما عنده، لأن كيف العالم راح تعرف عليك، تعرف على شخصيتك، تعرف أنت شنو، الانستغرام والفيس ولا كذا العالم اللي تتابعك راح تعرف أنت شنو. خلينا نحكي شوي على الرقابة، في عندك تحفظ على هذا الموضوع وبتقول ماكو رقابة في العراق ليه؟ ماكو رقابة يعني أكو مطربين ما يستحقون إنه يطلعون بالشاشة، ما يستحقون إنه يسجلون، كلام مسيء، لحن محلو، تصوير مسيء، والعالم بده تستقبلها. رقابة ما عندنا، لو عندنا رقابة ما يصير تنبثي جواني. لبني أغمض العين دونك لحظة يا غالي. طيب خلينا نحكي على تجربتك مع The Voice، ليش ما شاركت بعد ما كنت ناوي المشاركة، وهل نادم على هالخطوة أو لا؟ والله صراحة أنا ما نادم على الخطوة، أنا قدمت The Voice و تقريبا وقبلت، يعني لازم كان أروح وكذا وسحبت روحي من الموضوع. ليش؟ ما أنا بالنسبة لي حسيت البرنامج إنه ما بي ذيك المصداقية يعني اللي تقول أحلى صوت. اللي بجرحي وهمومي أعرفك بطل ما جربه. ياسر بعد هالسينجل في عندك مشروع ميني ألبوم صح؟ إن شاء الله والله ناوي هيك شيء. أعطينا شوية تفاصيل. أنا بحضر الميني ألبوم بس خالي الوقت إنه اللي أنزله، وإن شاء الله يعجب الناس، بس بقى إنه أصور أغنية من الميني ألبوم وأنزله. هلا شعلة بينك تعطينا هيك دندنة. ولا ناسيك أرسم صورتك بالعين، حتى من نغفة أحلم بيك.